هؤلاء يتطلبون الحكومة، هؤلاء يتطلبون الكرسي، ولذلك يخافون من الأعداء من اليهود والنصارى. نحن لا نخاف لا يهودية ولا نصرانية، إننا مسلمة جهادية إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماز إلى يوم القيامة. أيها الحفل الكريم، إني أشكر من صميم القلب الجمعية الوطنية للعلماء والمشايخ وأئمة بنغلاديش على إنعقاد هذا المؤتمر القيم حول عنوان تقدس المسجد الأقصى وتحرير القدس وفلسطين من احتلال إسرائيل الغاشم وعدوانها، وواجبات المسلمين تجاه إخوان المسلمين في فلسطين وغيرها. أيها الإخوة في الله، إني نوجز خطابي على نقاط رئيسية ثلاثة فقط. الأول، إن الأمة المسلمة تتألم وتتأسف جدا من تدهور القضية الفلسطينية من وضع سيء إلى وضع أسوأ، وتمر بأخطر اللحظات من تاريخها، واستكبار اليهود وعدوانهم قد بلغ إلى حد لم ترى الأعين في تاريخ الإنسانية. أيها الإخوة في الله، لا تنسى إن الأمة المسلمة تتألم، ولكن تجد الإشارة إليها أن هذه القضية، قضية الفلسطينية، ليست قضية الفلسطينيين أو قضية العرب فقط، وإنما قضية فلسطين هي قضية المسلمين كافة، لأنها مسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى هو أول القبلتين للمسلمين وثالث الحرمين ومسجد النبي الكريم صلى الله عليه والتسليم ومعراجه إلى السماء العليا. وقد أربط القرآن الكريم مسجدين، مسجد الأقصى ومسجد الحرام، فيجب أن نصحح المفاهيم أن القضية ليست قضية فلسطينيين وحدهم، وإنما هي قضية دينية إسلامية عالمية. أيها المسلمون، بعد هذا النزاع والصراع في قضية فلسطين، بعد استيطان اليهود الغاشم إلى أرض فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها من الدول العظمى، وقتل المسلمين الفلسطينيين وإخراجهم من بلادهم منذ 75 سنة، وهذه دسائس أعداء الإسلام والمسلمين ومكائدهم ضد الإسلام والمسلمين. فيا أيها الحفل الكريم، إن الحكم الشرعي هو إذا احتلت البلاد الكافرة الملحدة على الدولة الإسلامية جبرا وظلما وعدوانا، فيجب على المسلمين وسكان هذه تلك البلد أن يقاوم ويجاهد ضد هذه الطاغية وهذا الاحتلال
بكل وسيلة، وهي دفاع عن دولتهم ودفاع عن المسلمين وسكانهم، وهذا هو الجهاد الدفاعي الواجب على المسلمين في تلك الدولة أولا. هذا هو الحكم الشرعي. فجهاد حماس ومقاومة حماس لهذا اليهود الغاشم هو جهاد شرعي دفاعي فرض عيني لا شك في ذلك. أيها الإخوة في الله، فالفتوى عند العلماء في بنغلاديش وغيرها هي أنها ملحمة جهادية من حماس، وهو جمع حركة المقاومة الإسلامية. وبالأسف الشديد إننا نرى بعض الناس أنهم لا يقولون بجهاد حماس، بل يقولون إن الحماس قد أقام بالفوضوية والفساد، نعوذ بالله من ذلك. وبالأسف أن بعض علماء أهل الحديث في بنغلاديش يقولون بهذا الكلام، وإننا نرفض هذا الكلام رفضا قطعيا من صميم القلب، وندعوهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، الثاني، الأمر الثاني هو الفتوى، ما هو واجبات المسلمين البلاد الشاسعة من فلسطين مثلنا وأمثالنا. الواجبات القيام والتأييد والنصرة للحماس والمقاومين في فلسطين، والدفاع عن بلادهم بكل ما يستطيعون بكل قوة. وماذا عندنا من القوة؟ الأول السلاح الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، والثاني هو سلاح الجهاد العظيم، هو مقاطعة منتجات اليهود إسرائيل وأعوانهم مقاطعة باتة، لأن الاقتصاد والأموال هو أساس قوي للحرب. فحينما نقطع منتجاتهم ومصنوعاتهم، فإن شاء الله نحن نجاهد بهذا القط والمقاطعة. وحماس يجاهدنا بالقنبلة اليدوية، ونحن نجاهد مع ضد اليهود بمقاطعة منتجاتهم والاقتصاد واقتصادهم وعدم معاملاتهم معهم. ونحن ندعو أن هذه المقاطعة أولا فرض على ولاة المسلمين كبنغلاديش، الحكومة الإسلام، الحكومة بنغلاديش. ونحن ندعو من هذا المؤتمر أن الحكومة البنغلاديش هم يقومون بهذا المقاطعة، مقاطعة مقاطعة، حتى لا يأتي بضع أو شيء من إسرائيل في أرض بنغلاديش أبدا. وثم نحن من القوة الإيمانية ومن غيرة الإيمانية نقول نحن نرفض ونقطع ونقاطع جميع المنتجات والمصنوعات وبضائعهم إن شاء الله تعالى. ونحن نتعهد أمام الله سبحانه وتعالى أن لا نمس أبدا أي بزعة تأتي من أرض فلسطين ومن اليهود ومن أعوانهم أيضا إن شاء الله. ثالثا أيها الناس، بعض الناس يقولون أنا أتأسف وأستغرب على علماء كبار من هيئة كبار العلماء في السعودية ومن دولة العربية أن العلماء اختلفوا هل المقاطعة جائز في هذا الحين أم لا، ولكن أستغرب وهم يستدلون بمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة. أنتم تعلمون أيها العلماء والمشايخ أن معاملة الرسول وأصحابه مع اليهود في المدينة
حول اليهود كان ذو أحد تحت حكومة إسلامية ومعاهدة بين المسلمين واليهود أم لا؟ ماذا تقولون؟ بلا شك أنهم ذو أحد. أما إسرائيل واليهود اليوم ليس معهم معاهدة المال أبدا، هؤلاء حربيون محاربون دار الحرب، فلا بد لنا أن نقاطع بضائعهم ومنتجاتهم بلا شك. فما هو الشبهة أيها العلماء أيها المفتيون؟ تعالوا اجتمعوا جميع العرب على علماء الهند، علماء باكستان، علماء بنغلاديش، أن المقاطعة لجميع منتجات اليهود وأعوانهم هو فرض إيماني على كل مسلم وعليه الفتوى، ونحن نعطي هذا الفتوى كما أعطانا أستاذي الشيخ محمد تقي العثماني. تعالوا أيها الناس، تعالوا أيها الناس أن نعتبر من هذا المؤتمر، وننادي جميع الإخوة العرب في فلسطين واليمن وغير ذلك والبلاد المجاورة، الأسف الشديد أن النزاع أن السبب الرئيسي لهذه الكوارث والحادثة هي تشتت بلاد العربية المجاورة لفلسطين، فهؤلاء يتطلبون الرئاسة، هؤلاء يتطلبون الحكومة، هؤلاء يتطلبون الكرسي، ولذلك يخافون من الأعداء من اليهود والنصارى. نحن لا نخاف لا يهودية ولا نصرانية، إننا مسلمة جهادية إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.